اختتمت القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بقرية المنشأة الصغرى بالقوصية بمحافظة أسيوط، اختتمت أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة على مدى يومين بتوقيع الكشف الطبي على 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية، وصرف العلاج لهم بالمجان. تقريبا من 150 ل 200 كشف في اليوم. المتوسط ده تقريبا في كل العيادات، يعني البطنة زي كده، الأطفال زي في الحدود دي برضو، النساء والجلدية، نسيت الجلدية. الجلدية بتقوم بعمل عمليات بسيطة أثناء القفلة. الخدمة تقريبا يعني كاملة متكاملة. احنا حاليا في قفلة طبية عشان خدمة المواطنين، تمام، والحمد لله القفلة كويسة جدا، كملت العيادات تشمل باطنة ونساء وتنظيم وأطفال، اثنين أطفال وجراحة وعظام، وفي أسنان برضو، ومعنا الصيدلية برضك كل الأدوية اللي فيها متوفرة ومغطية كل الاحتياجات، تمام، سواء للعيادات اللي طالعين بيها، دايما تبقى كل عيادة معها صيدلي.